نستطيع ذكر اسمه الحقيقي، لذا أطلقنا عليه اسم أحمد. أحمد من دمشق، وهو يعيش في برلين منذ عام، وينتابه خوف دائم من أن يتعرف عليه أفراد المخابرات السورية هنا. كان أحمد قد شارك في مظاهرات تطالب بإسقاط نظام الأسد، وإثر تعرضه للملاحقة اضطر للهرب عبر لبنان وتركيا إلى ألمانيا. اليوم يعيش أحمد مع عائلته في برلين، لكن ذهنه ما زال مشدودا إلى دمشق حيث تعيش شقيقته التي يتواصل معها عبر برنامج سكايب. اليوم أخبرته عن هجوم 21 أغسطس بالغاز السام. هلا الكيماوي ما له ريحه، بس بتحس بالانزعاج بالتنفس، كانك يعني انه كانه حاله قريب، وتحسس بالعيون وتحسس بالبلعوم. منذ الهجوم بالغازات السامة والتي راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص، ازداد غضب أحمد على الأسد، وصار يتمنى ضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة. تماماً، الضرب الأسد لازم يكون ضرب نوعي، ضرب بأماكن قوته، يعني بمخازن أسلحته، باتصالاته وبمضاداته الجوية، وشل حركته الجوية ضروري جداً. وموضوع الضرب مفروض يكون دقيق جداً، بحيث أنه يكون الهدف منه إنهاء نظام الأسد وليس فقط ضربه. استطاع أحمد الهرب مع عائلته، لكن وجوده تحطم. كان في دمشق ناجحا في عمله ولديه شركته الخاصة، أما هنا فليس لديه عمل ويعيش على المساعدات الاجتماعية، لكن لديه حلم. يعني أتمنى لعائلتي أن يعيشوا بسلام وبأمان، يعني يرجعوا للمجتمع تبعهم، يعني اللي أساسا كان موجود بسوريا. لا يزال حلم أحمد بعيدا جدا عن التحقق، فهو لا يعرف حتى إن كان يستطيع رؤية شقيقته وأقربائه في دمشق من جديد.